استاذ علي شهاده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك لكل متابعينك. لعلك بخير، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم. يقولون ان هناك حاله غضب كبيره جدا على حوار الشتيمه والتجاوزات اللي كان على احد القنوات بالامس. بالفعل استاذ عبد الناصر، كانت في حاله غضب عارمه من قبل العديد والعديد من اعضاء مجلس اداره، من اعضاء الجمعيه العموميه، وكمان من المرشحين لانتخابات نادي الزمالك اللي هو عددهم حاليا دلوقتي بقوا 69. حاله الغضب بس عبد الناصر ما كانتش، يعني هو غضب يعني ما جاش ورا منه اي حاجه، لا بالعكس، كان في بيانات، وفي كابتن مكتب اللواء احمد سليمان اصدر بيان، قائمه زموره الزمالك الجديد، زمالك زموره اصدرت بيان برضو تابعيه للي صدر في هذا الحوار الحديث التلفزيوني بالامس من تصريحات الاستاذ مرتضى منصور. كان اغلب الانتقادات اللي وجهت للحديث ده عبد الناصر ان هي بيوضحوا المغالطات والاكاذيب والاتهامات اللي قام بيها الاستاذ مرتضى منصور، على حد قولهم يعني اللي قام بيها خلال الحلقه، من تزييف الحقائق، من اتهامهم بما ليس فيهم زي ما هم قالوا ووضحوا. وانا هقول لحضرتك في البدايه بيان مكتب اللواء احمد سليمان، بعد كده هنقول بيان القائمه الزمالك الجديد زمالك زمور. بيان المكتب بيقول فيه: يأبى الكابتن احمد سليمان دائما الرد على المستوى المتدني المعتاد الذي ظهر امس، وياتي هذا الرفض دائما من قبل الكابتن احمد سليمان لانه كان يتمنى ان الخلافات لا تظهر بهذا السوء والتدني امام الراي العام، لان المتضرر الاكبر سمعه نادي الزمالك. واكد انني تحملت الكثير لعدم الرد والدخول في مواترات وصراعات واكاذيب من هذا المتطاول، والاهتمام بسمعه واسم نادي الزمالك الذي صنع اسم وتاريخ احمد سليمان. كنت أرفض الرد دائما على هذا المتطول، لكن بعد الوصول إلى المستوى المزري وبعد ضغط شديد من جمهور وأعضاء نادي الزمالك الذي أكن له كل التقدير والحب، بعد أن فاض الكيل من الاتهامات الباطلة أمام الرأي العام، فقد قررت أن أعرض إليكم جزء من أكاذيب هذا الشخص الذي ادعى باطلا وزورا على لواء شرطة ورياضي معروف للجميع أنني تحصلت على أموال من لاعب شاب داخل نادي الزمالك لم أراه وقت دخوله نادي الزمالك، فماذا يفعل هذا المسيء مع المواطن البسيط؟ وسوف يتم عرض تفاصيل هذه الواقعة وملامساتها من اللاعب نفسه صوت وصورة، كيف تم إملاء كل الاتهامات، كيف تم الترتيب لهذه الجريمة واقحام شاب صغير في تمثيلية قذرة لتشويه أحمد سليمان بتاريخ وسمعته التي يشهدها الجميع وشهدها هذا الشخص البذيء بنفسه صوت وصورة في 2014. الحكاية هنا أستاذ عبد الناصر، اللي هو أحمد سليمان استاء جدا من الكلام عن أنه كان بياخد عمولة من أحد اللاعبين اللي عرضوا الأستاذ مرتضى منصور بالأمس، وده كان عرضه قبل كده في مؤتمر صحفي مهاجما اللي هو أحمد سليمان. اللي هو أحمد سليمان تواصل مع الشاب دوت بعد ما الأستاذ مرتضى منصور، على حد قوله اللي هو أحمد سليمان يعني إداله فلوس عشان يقول كده، اللي هو أحمد سليمان أو الولد تواصل مع اللي هو أحمد سليمان وقال له أنا هطلع وأقول الحقيقة معاك صوت وصوره، وبالفعل حصل تواصل، وخلال الساعات اللي جايه دي هيكون في فيديو توضيحي من الولد نفسه انه ما خدش ما اللي هو احمد سليمان ما خدش اي فلوس منه ومالوش علاقه بيه ولا شافه اصلا في حياته. تمام. الواقعه دي حصلت من سنتين بالظبط كده، وقت الهجوم من مجلس مرتضى منصور على اللي هو احمد سليمان، وكمان حصلت ايام الانتخابات وقال ان هو خد فلوس سمسره من اللاعب دوت. اللاعب ما دخلش نادي الزمالك ولا لعب في نادي الزمالك، هو بس التحق بالنادي في قطاع الناشئين لفتره معينه ومشي. استغل الاستاذ مرتضى منصور وحاول ضغط عليه علشان يعيده في النادي، وفقا للي سمعناه يعني واللي عرفناه من ناس قريبه من الولد، قال ان هو تم الضغط عليه من قبل مجلس الاداره عشان يقول الكلام ده، وهو تواصل دلوقتي مع اللي هو احمد سليمان عشان يقول الحقيقه اللي ما قالهاش في الفتره اللي فاتت. تمام. طيب في حاجه ثانيه يا استاذ عبد الناصر، هنا البيان اللي طلع من مجلس من القائمه نفسها، قائمه زمالك الجديد زمالك زموره، انا هقراها مع حضرتك يا ريت لو هتعرضها قدام الناس. اتفضل يا حبيبي. ده بيان يا جماعه صادر من مجموعه اللي هو احمد سليمان او زمالك جديد زمالك زموره اللي بتنافس الاستاذ مرتضى منصور في الانتخابات. استاذ مرتضى طيب. منصور الكلام عليهم هم رد طبعاً. نقرا نص البيان يا استاذ علي، تفضل. تؤكد قائمة زمالك زمورة التي تتمسك باستخدام الطرق القانونية في مواجهة اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك والعملية الانتخابية، وذلك رغم التمعن تجاه المرشحين
واخرها منع المؤتمر الصحفي للقائمه، وكذلك الكوارث التي تقوم بها الاداره الحاليه بوضع كشوف الاعضاء المسموح لهم بحضور الجمعيه العموميه، وتم استبعاد عدد كبير من العضويات من بينهم في الانتخابات نفسها. وإزاء ما حدث واستمرار الحالة المؤسفة من القائمين عليها قائمين حاليا على النادي، ويعتبرونه ملكية خاصة لهم، فقد قامت القائمة بتحرير محضر رسمي في قسم العجوزة موقع عليه عدد من أعضاء القائمة، وكذلك عدد المرشحين الذين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف، ما يمثل شبهة التلاعب والتزوير بالعملية الانتخابية. وقام عدد 13 مرشح من بينهم عدد كبير من قائمة الزمالك زمورة بعمل محضر إثبات حالة في قسم العجوزة بالواقعة معتبرين ما حدث مهزلة من الإدارة القائمة حاليا على الانتخابات، ومطالبين بمراجعة الكشوف وما بها من عوار واستبعاد عن قصد قبل إجراء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل. وتتمسك القائمة بسلوك كافة الطرق القانونية تجاه ما تقوم به الإدارة الحالية، مؤكدة ثقتها في رغبة الجمعية العمومية لنادي الزمالك بالتغيير لعودة النادي من جديد لما يليق بأعضاء وجماهيره. وقد بدأت القائمة في مخاطبة جميع الجهات المعنية لمحاولة التدخل لضمان شفافية العملية الانتخابية، وأن تكون انتخابات نزيهة يحكمها الصندوق وتضمن الأمان لجميع المرشحين والأعضاء على حد سواء. دي أستاذ عبد الناصر البيان اللي طلعته القايمة علشان تم استبعاد العديد والعديد من أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات تحت بند أو تحت شعار إن هم ما دفعوش اشتراكات، إن هم ما سددوش فلوس الكارنيه الجديد. الكلام ده غير صحيح بالمرة، هم حضروا يعني كلهم معاهم الوصولات بتاع فلوس الاشتراكات بتاعتهم السنوية وكمان فلوس الكارنيه الجديد. أستاذ عبد الناصر راح حرروا محضر في اسم العجوزة كمان اللي هو أحمد سليمان أول أمس بعد ما منعوه من إقامة المؤتمر الصحفي، تحرك على طول لوزارة الشباب والرياضة وطالب بوجود لجنة محايدة تكون تشرف على العملية الانتخابية جوه نادي الزمالك، طالب المستشارين بهذا الأمر يعني. طبعا اللي حصل يوم ماتش المنتخب وقطع النور على المؤتمر، لولا بس ماتش المنتخب بس عبد الناصر كان خد زخم كبير جدا، لان دي مهزله. وتقريبا اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك حاليا استغلت ماتش المنتخب والزخم الكروي اللي كل الناس كانت متابعه ماتش المنتخب ودور نصف النهائي، كان هياخد زخم اكبر من كده. اللي حصل مهزله بكل المقاييس لما يدوا اوامر اللي هم افراد الامن بقطع النور يا عبد الناصر عن المؤتمر اللي معلن قبلها باكثر من يوم، ويمنعوا الصحفيين، وانا كنت من ضمن الناس اللي تم منعهم من دخول النادي وقتها، يمنعوا الصحفيين من ان هم يغطوا مؤتمر صحفي لمرشحين داخل نادي الزمالك. الامر كان صعب جدا ومخزي جدا. بتوع الامن يا عبد الناصر منعونا ان احنا نخش في يعني في واقعه غريبه جدا، مع انهم لما بيكون في مؤتمر لمرتضى منصور واعوانه تقريبا كده بيستقبلونا من اول شارع جامعه الدول. يعني عايز اقول لك يعني يا جماعه الخير برضي الامور متوتره. طيب ما هو الطرف الثاني عشان نبقى برضي امناء بينفي انه يكون عمل ده، ردك ايه او رد المجموعه ايه؟ الطرف الثاني نفى. قال انا ما عملتش حاجه. ما هو لا ما احنا ثانية واحدة يا عبد الناصر، انا بس عايز اقول لحضرتك ان كل ده اتصور، ما اتصورش بالكاميرات وما كانش فيه تغطية اعلامية علشان اللي حصل، لكن كانت فيه تغطية من خلال الموبايلات ومن خلال البث المباشر، وده كلها كانت منشورة على الصفحات، وكمان اعضاء القائمه اللي هي زمالك زموره توجهوا مباشره لمكتب وزير الشباب والرياضه، وطلبوا وقتها المستشارين المشرفين على الانتخابات انه يكون في لجنه محايده تدير الانتخابات او تدير العمليه الانتخابيه او تدير النادي الفتره دي اللي هي الاسبوع اللي قبل الانتخابات. ده اكبر دليل على اللي انا بقول لحضرتك عليه. مفيش امن النادي بيقول انا ما حدش قال لي، لكن بالفعل عبد الناصر يعني غريبه جدا النور يقطع في اللحظه دي، وكمان ايه مش نور بس، انه يمنع الصحفيين من دخول مؤتمر صحفي. طب قطعت النور، منعت الصحفيين ليه من حضور مؤتمر صحفي؟
اللجنه القايمه مثلا، يعني انا هو يفشل المؤتمر بكل الاشكال. قايمه الاستاذ مرتضى منصور بتحاول بكافه الاشكال انها تمنع التواصل ما بين احمد سليمان وما بين الاعضاء بعد ما حصل يعني زي زخم كبير حوالين تواجده في النادي او تواصل الاعضاء معاه، شافوا الناس الملتفه حوله بشكل معين. النهارده وامس واول امس بيمنعوا الناس الكبيره اللي هي الاعضاء المؤثرين زي الاستاذ الحاج مجدي ايدر وغيرهم من الاعضاء المؤثرين من دخول النادي او مؤازره اللي هو احمد سليمان، وبيمنعوا اعضاء اللي هم بيسموهم مشايخ الاعضاء جوه نادي الزمالك، الناس اللي عضويتها ليها اكثر من 50 و60 سنه جوه نادي الزمالك في عبد الناصر، بيمنعوهم من التواجد جوه نادي الزمالك خايفين ان هم يدعموا احمد سليمان. هم بيدعموا احمد سليمان وبيدخلوا يدعموا احمد سليمان والناس بتلتف حولهم لانهم ليهم صوت وصوتهم يعني ليه ثقل جوه نادي الزمالك. دي كل المضايقات دي بتحصل جوه نادي الزمالك، والقايمه يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان رب ضاره نافعه، كل ده بيزيد الزخم وبيزيد الدعم حوالين قايمه احمد سليمان ومن حوله او اي حد غير اللجنه الموجوده حاليا بتدير نادي الزمالك. طيب ماشي اللي بعده. فرب ضاره نافعه، انا مش قلقان من ده كله، لا ان شاء الله انتخابات نادي الزمالك هتكون نزيهه واحنا دولة ان شاء الله تضمن الحريات، يعني ان شاء الله بامر الله. اللي بعده. طيب هنروح لملف كره القدم. الزمالك هيواصل النهارده تدريباته، هيبدا تدريباته في عبد الناصر بعد راح خدها ثلاث ايام عقب الهزيمه من طلائع الجيش في اخر ماتش في كاس الرابطه. كابتنون يعني بيحاول يشوف موقف طارق حامد من المشاركه في التدريبات قبل ما يخش معسكر مغلق لمباراه بيترو اتلتيكو اللي هتتلعب يوم 12 في فبراير الحالي. الحمد لله. دي اول اخبارنا. ثاني اخبارنا حصل تواصل ما بين شيكابالا وما بين عمر كمال عبد الواحد. شيكابالا قال لعمر احنا محتاجينك معانا يا عمر، وما تشغلش بالك النادي هنا كله عايزك، ما تشغلش بالك باي كلام اتقال في وسائل الاعلام. كان رد عمر صريح عليه، قال له انا عايز نادي الزمالك وهرجع لنادي الزمالك، والحاجه الوحيده اللي ما ترجعنيش نادي الزمالك هو انني يعني ان نادي الزمالك ما يكونش عايزني، لكن غير كده انا ملتزم بكلمتي مع نادي الزمالك وهفسخ عقدي مباشره بنهايه الموسم مع نادي فيوتشر وهرجع تاني لنادي الزمالك. كان اللاعب جاله اكتر من عرض عبد النصر ومنهم عروض خليجيه، لكن خليجيه يعني، فلكن اللاعب ده الكلام اللي قاله لشيكابالا وقاله لزملائه في المنتخب من لعيب الزمالك. تمام. طيب من المنتظر يعني ان هيكون سيف الدين الجزيري هيدخل بكره النهارده يعني الصبح النادي، لما هيوصل على طول هيتم التحقيق معاه وفتح ملف عقده الجديد. كان الزمالك اودع الفلوس او المستحقات المتاخره لكل اللعيبه الاجانب اللي هم رزاق سيسيه، محمد ونجم، حمزه المسلوسي، اشرف بن شرقي، علشان دول اللعيبه اللي فيهم مشاكل، لكن اللعيبه المصريين هم بيستحملوا شويه. اللعيبه الاجانب عبد الناصر تم ايداع كل مستحقاتهم عشان ما يكونش في شكاوى، خصوصا الاربع لعيبه عبد الناصر او الثلاث لعيبه باستثناء حمزه المسلوسي يحق لهم التوقيع او فسخ التعاقد في حاله تاخر المستحقات. الزمالك اودع الفلوس دي، هيقعد الزمالك مع سيف الدين الجزيري اول لاعب هيتم الجلوس معاه والتفاوض معاه حول عقده، لان عقده في مشاكل كارثيه انا وضحتها معاك قبل كده، لكن سيف الدين الجزيري ما فيش مشكله ان هو يعني ما فيش مشكله في عقده غير البنود المحطوطه في عقده اللي هي زي اللي هو ياخد 10% من شرط جزائي، حاجات ثانيه خاصه بالسكن، بالسفر، بالفلوس بياخدها من نادي الزمالك، مكافئات خاصه بالفوز، الحاجات دي كلها هيتم تعديلها لانها يعني بنود كارثيه زي ما بيقولوا. تمام. طيب الزمالك استقر وخلاص كده خد قراره ان الزمالك لما ينزل محمد ابو جبل من الطياره هيتم توقيع العقود مباشره. الزمالك كان في كلام انه في عروض خليجيه برضه جايه لمحمد ابو جبل، هو سنه 33 سنه، لكن محمد ابو جبل في اكتر من عرض جاي لمحمد ابو جبل، لكن اللاعب عايز يجدد نادي الزمالك والزمالك مش هيفرط في محمد ابو جبل واللي بيقدم اداء ممتاز مع منتخب مصر. تمام. طيب خبر من الكواليس كده، هتكون في بكره ناس متواجده من الدوري الالماني زي كشافين كده، مش كشافين، هم ناس بتبعتهم انديه معينه في الدوري الالماني علشان يتابعوا اللاعب احمد ابو الفتوح في نهائي كاس الامم الافريقيه، واللي من المتوقع انه اللاعب هيكون في عروض المانيه جايه لاحمد ابو الفتوح. هنشوف الموضوع دوت هيظهر خلال الساعات اللي جايه، ناس من الدوري الالماني او من انديه الوسط في الدوري الالماني جايين يتابعوا احمد ابو الفتوح. تمام. طيب نروح ملف تاني، ملف اشرف بن شرقي. انا قلت لحضرتك انه خلال الايام دي هيتم فتح ملف اشرف بن
شرقي، لكن قبل ملف اشرف بن شرقي ملف العقوبات مفيش حتى الان، مفيش غرامات من على تم خلاص سددوا جزء من مستحقات اتشن بونج، كمان جروس بيحلوا مشكلته ودفعوا له جزء من الجزء المتفق عليه، خلصوا مشكله، لكن لسه مشكله محمد ابراهيم وشيكابالا ممتده، والمشكله دي ممكن تقعد معانا لحد الصيف اللي جاي. الزمالك ما قدموش حل غير انه يدفع الفلوس، وحاليا بيحاول يوفر سيوله لدفع فلوس اللاعبين دول. تمام. فيما يتعلق برزاق بفرجاني ساسي والشكوى اللي رفعها على نادي الزمالك، انا قلت لحضرتك ان العقوبه 650 الف دولار، كان اللاعب التونسي وافق ان هم يبقوا 400 الف دولار، لكن احنا الزمالك بس منتظر ان هو يقلل المبلغ تاني مع فرجاني ساسي، هو ما عندوش مشكله في التفاوض، هو حدد ان هو ياخد 400 الف دولار، ممكن يبقى في تفاوض ان هم ينزلوا 100 الف دولار كمان وياخدهم فرجاني ساسي ومشكلته تنتهي كده. احنا ما عندناش مشكله في الغرامات اللي على نادي الزمالك، غير في قصه لاعبين بس اللي هو محمد ابراهيم وشيكابالا اللي الانديه رافضه تخفض العقوبه او تجدولها. تمام. طيب اخر نقطه عندنا في عبد الناصر، انا قلت لحضرتك انه يعني بخصوص التجديد لرزاق سيسي، رزاق سيسي بالفعل يا استاذ عبد الناصر خلاص خلص كل حاجه وانهى كل حاجه، فاضل الاعلان. الاعلان ده هيحصل امتى؟ لما يوفروا مقدم التعاقد بتاع رزاق سيسي، وهيكون من اول اللعيبه هيجددوا ليها هو رزاق سيسي. موضوع اشرف بن شرقي فين يا استاذ عبد الناصر؟ موضوع اشرف بن شرقي متوقف على نجاح الاداره الحاليه، او يعني ممكن يكون صفقه انتخابيه خلال الايام اللي جايه، او تكون بعد الانتخابات مباشره حسب وعد اشرف بن شرقي لنادي الزمالك. ودي كانت كل اخبارنا النهارده في نادي الزمالك، لو في اسئله انا تحت امرك. اشكرك شكرا جزيلا. تحياتي يا استاذ عبد الناصر. تحياتي ليك، شكرا جزيلا.